في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اختتمت القافلة الطبية بقرية أبو رماد في البحر الأحمر أعمالها، حيث وقعت الكشف الطبي على 279 مواطنا خلال يومين. وأجرت القافلة 72 فحصا معمليا و29 أشعة وسونارا، كما تم إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.